بعد الفتح الإسلامي لشمال إفريقيا تحولت المنطقة إلى ولاية تابعة للخلافة الإسلامية في ظل الدولة الأموية. ففي سنة 682 للميلاد أصبحت مدينة ميلا مركزا لقيادة ولاية شمال إفريقيا. كانت أرض الجزائر آنذاك بمثابة مركز لانطلاق الفتوحات الإسلامية نحو أوروبا، وقد برز من الجزائريين قادة عظماء دخلوا التاريخ، أبرزهم طارق بن زياد فاتح الأندلس. تعتبر الدولة الرسطومية أول دولة مستقلة تظهر على أرض الجزائر في العهد الإسلامي. تأسست سنة 777 للميلاد على يد عبد الرحمن بن رستم، وكانت عاصمتها تيهرت. كان لها جيش نظامي ملتزم بحماية حدودها التي شملت تقريبا الحدود الجزائرية الحالية. عرفت الدولة الرسطومية استقرارا وازدهارا في الزراعة والصناعة والتجارة، وأقامت علاقات قوية مع الدول المجاورة، خاصة الدولة الأموية بالأندلس التي عقدت معها عدة اتفاقيات. استمرت الدولة الرسطومية إلى غاية سقوطها على يد الفاطميين الذين احتلوا تيهرت سنة 909 للميلاد.